الاعتذار فضيلة، الاعتذار شيمة الكبار. إذا كان في حد زعلان مني أنا بقول له أنا آسف. حرام الوقت دي يا ناس، هيجيلك بالرسي. معلش، ولو في غلط حصل سامحوني. الناس دي بتكرهني؟ يعني لو اتصورت مع حضرتك مش لازم اتصور مع كل الناس دي؟ صح ولا انا غلطان؟ فبس اتمنى يعجبكم الفيلم يا رب، يعني نعرف نشوفه في البتاع الخرا دي. الناس اللي اتضايقوا مني امبارح على الكلمه اللي قلتها على اون تي في، انا اسف جدا، انا ما كنتش فعلا عندي اي نيه او قصد ان انا لا ازعل حد ولا اجرح حد.